ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، كما العادة وكل إعادة فإفادة، عديد من المواضيع بكل التواضيع. أنسولوا الناس علاش ملي كتكون شي نقابة دايرة شي وقفة احتجاجية قلة مشاركة المواطنين؟ إلا بغيت تعرفوا علاش أجيو معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشباب بخير وبركاته، الله يكبر بك. قول لي أخويا، ملي كتكون شي نقابة يعني منظمة واحد اليوم احتجاجي ضد غلاء الأسعار، كنشوفوا قلة مشاركة المواطنين، علاش؟ كتشوف قلة مشاركة المواطنين، فرقوا لهم شي ورق بعدا ديال، حيت نورمالمون ملي كتكون زعما شي احتجاج كيفرقوا. لا، داروا إعلان، كاين إعلان. داروا إعلان. والناس ما جاوش. ما جاوش بزاف. واش غنقول لك؟ شوف دابا على حسب، راه دابا بنادم ملي جيتي تشوف صاحبي، والله ما هاد النقطة هادي راه ما فهمتش. ما شوف دابا على حساب كله فكرة ديالو، فهمتي؟ دابا راه كتبقى ديال، كيبقى لك شي رأي ديال المواطن اللي مضرور، يمكن ما مضرورينش. داك الشيء علاش ما خرجوش؟ داك الشيء علاش ما خرجوش؟ يمكن بنادم أليز بخير، واكل شارب، الماديات كاينين، وخصو والو، علاش يخرج؟ اللي ما خرجش راه ما محتاج. راه دابا اليوم الحد راه فيه، مشى لدريم فيلاج ولا مشى يتنزه مع يعني هذوك اللي خرجوا هما اللي محتاجين مسكين. ديك القله وقله القليل، داك الشيء اللي كيبان لي انا على حسب الفكره. وليت تحت لك انت الفرصه تخرج تحتج على غلاء الاسعار. وحنا احتجينا بطريقتنا، لان حنا كنديروا الكوميرس، كنديروا البيع والشراء وكلنا العصا. دارك علاش المواطنين ما كيخرجوش يديروا احتجاجات؟ كنظن بان كاين مسكين ما عرفش، يقدر يكون ما عندوش الوقت، او لا ما فراسوش، او لا كيقول لك وا صافي انا كاع على خرجت، اش غيديروا؟ ها هما دوك اللي خرجوا، ها هما اللي ناشدوا. اللهم حمد رسول الله، لان دابا ولات كاين السقيف ديال الاسعار، كاين الدخل الفردي، ما كاينش واحد ارتفاع في الدخل الفردي باش توصل الاسعار اللي ما هو عليه في الوقت الحالي. وكنعرفوا خاصه بان في بلد فلاحي باش توصل الاسعار لهذا الشيء راه لا اله الا الله محمد رسول. وكنتمنوا يكون واحد تخفيض وخيد الاخذ بعين الاعتبار الطبقه. علاش اخويا ملي كنشوفوا شي نقابه يعني كتنظم واحد اليوم يعني وقفه احتجاجيه ضد الغلاء الاسعار، يعني ما كيشاركوش المواطنين بزاف؟ واخويا اش نقول لك، يعني بنادم ما تعرف الناس كوي واحد وسميتو ديالو الظروف ديالو، واقيلا الناس اش نقول لك، واقيلا خايفين المختصر، واقيلا خايفين، حيت هذا الشيء هذا راه غالي، راه الناس وصلت بهم اللحظه، يعني راه الناس راه اش نقول لك، راه مابقاش هذا فقر، تحت من الفقر هذا الشيء، هذا مؤخرا راه بزاف هذا الشيء اخويا. وانت لا تحت لك الفرصه انك توقف في شي وقفه احتجاجيه تشارك؟ بالرجوله غنشارك. بالرجوله غنشارك. ما تخاف ما والو. واخويا راه صافي، راه حنا هريمنا كيف كيقولوا، حنا هريمنا. يا الاخ، علاش دابا شي نقابه ملي كتنظم واحد اليوم يعني وقفه احتجاجيه ضد الغلاء الاسعار، يعني كنشوفوا المشاركه ديال المواطنين يعني محتشمه؟ واش غنقول لك؟ يعني كل واحد كيطلب داكشي اللي خصو، هادشي اللي بغيت نقول لك. كل واحد كيطلب. كاين الناس اللي خدامين ما مساليينش، كاين اش غنقول لك، كاين اللي ما محتاج، كاين اللي لاباس عليه، كاين اللي كتبان له داك الكفه ديال الخضره ولا مثلا عادي، فهمتي؟ وكاين اللي كتبان ليه رخيصه، كاين اللي مقهور وساكت وصافي، كاين اللي ما عندوش جهد صافي، كاين اللي كيخاف عاوتاني. كاين اللي كيخاف. بحال انت عمرك وقفتي في شي وقفه احتجاجيه؟ لا 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 امبوسيبل. علاش؟ ما عمرني شاركت في هذا الشيء. علاش؟ علاش امبوسيبل؟ كنخاف اخويا. خواف. خواف. كاين شي واحد كيكون عنده مثلا الظروف، وكاين اللي واحد ما كتكونش عنده الظروف، عنده واحد الفكره بانه ما كيبداش من راسه ويخرج، كيقول صافي دوك يخرجوا الناس الاخرين ويخرجوا الناس، بحال اللي مثلا واحد كيعول على واحد، كيجري التعس على الناس. مثلا انا نقول انا ما نخرجش راه غادي يخرجوا الناس، ولكن الاخر عاود لي كنقول غادي يخرج، حتى هو يقول ما نخرجش غادي يخرجوا الناس، وهنا ما غاديش يكون واحد اتفاق عام على انك تعطي ديك قله المشاركه. قله المشاركه، بنادم يبدا من راسه يقول انا نخرج، ما نتسناش انا واحد اخر هو اللي غادي، تبدا من راسك انت الاول، ماشي تفكر تقول لا صافي راه غادي يخرج الاخر ولا غادي يخرج الاخر، حتى ذاك الاخر كيفكر بنفس التفكير وكيقول حتى الاخر راه غادي يخرج الاخر، صافي كيكون هنا ما كاين والو. وانت اللي عطاتك فرصه انك تخرج يعني دير احتجاجات. نخرج حيت هذا الوقت النيش راه صعابت النيش بزاف. النصائح لاخواننا المغاربه باللي خاصهم ينوضوا ويفيقوا من هادشي، راه هادشي خرج على المغاربه. واش انت دابا واحد خدام ب 70 درهم كيجي ياخذ معطيشه ب 10 درهم، واش ماشي حشومه؟ راه حشومه وعيب وعار هادشي اللي كيديروا في الدوله، راه حشومه. واش دابا خدام 70 درهم معطيشه ب 10 درهم، بطاطا ب 10 درهم، السيد الدرويش اش بقى لي؟ اش بقالي في النار؟ النار وكيطلعوا كيجي ياخذوا خضره وكيهبط صافي. ولكن كنشوفوا الناس ما كيخرجوش في هذه المسيره، واش انهم مضرورينش ولا لاباس عليهم؟ وراه هادشي اللي بان لي انا، المغاربه ناعسين، راه حشومه وعيب،
المغاربه اخوان والفقراء راه نتوما اللي معنيين بالامر، ماشي واحد لاباس عليه هو اللي غيجي يدوي عليكم، نتوما اللي خاصكم تفيقوا. ايوا على حسب دابا الاغلبيه ديال المواطنين كيخافوا، دابا كلشي ولا تيخاف هاد الوقت، الناس كيجيو فهمتيني كيحتجوا على كاين اللي كيحتج وكاين اللي ما كيحتج، الناس كيخافوا. مناش كيخافوا؟ كيخافوا من السلطه، من بزاف ديال الحوايج، من رجال الامن كيوقفوا كيدوا على حقهم، والناس كيبقاو ورجال الامن السلطات كيدخلوا كيضربوهم كيمنعوهم كيمنعوهم، يعني الناس ولاو كيتخوفوا، عندهم واحد المخاوف ولاو تيتخوفوا بزاف، يعني بنادم ولا غير ساكت والله يدير شي تاول ديال الخير. زعما علاش ما كنشوفوش يعني الناس في الاحتجاج؟ الناس لا احتجاجات والو، ما يمكنش لك تحتج، يعني الا جيتي تحتج راك عارف فين غتمشي، راه غتمشي لسويسرا